وتوا تتفرجوا في سيت كوم البرايم سيتي العزيزة 7. سيتي العزيزة سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قبلت ضح منها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة العزيزة جابني الوحش والمحبة لا هضمع ولا المادة يا هلالة فاذ قلتي وثما عزوز عقل نور البرغول والنا سيبتي العزيزة قلتي وثما عزوز أقلق نور البرغول ونا لحظة غالكي غحاملنا سيقولنا نشلها كن هذا قلتي وثما عزوز سيبتي العزيزة يوم ما طلتها الطلة عملت لي عملة ورا عملة ما عرفتش نامي يا حلالله الو وي دار العنبر معك سيدي مرحبا مرحبا بك سي مروان وي وي اي 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 والله شو سيدي احنا رانا محسوب كومبلي اما نشوفلك سيدي وي مش لك انت مرات شكون اي وي 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 جو كومبرون مريضه وتحب تعدي ايامات نقاها بحضانا في سيدي بوسعيد مرحبا كيفاه نفرغ لك الدار الكل علاه سيدي يا اخي كليوباتر جايتنا شنو نجمه هوليووديه ايا برا برا سيدي عدي وقايت على واحد اخر برا برا من فضلك قلت لك البلاده والركاكه قال لك نجمه هوليووديه دار فيه فاضي شغل السيد هذا Mais c'est pas possible. Allô. قل لي يا سيد انت ماكش باش تقيني ولا شنو ايش اللي تحب شنو اللي تحب قل لي تكلم جدك بجدك تكلم نجمه من هوليوود من هوليوود شنو ايوا انت شكون سيادتك لله بها في تونس شروط شنو شروط سنه سنه ساعه ما تكلمنيش بالعرف عطا سنه شو اسمها الستارة ذي؟ كيف سمحني سيدي كيف يا سيدي مرحبا بك وبها سيدي سيدي نفرغ لك دار العنبر وسيدي بوسعيد معاها إذا لزم سيدي خويا تنجمش تعود لي اسمها؟ لي نعرفها كيفاش ما نعرفهاش؟ أما حبيت نثبتوا برا نطلعش سمعت بالغلط وكاو حليمه يا عجبك شي ثانه نقصتني كان هي نتوبكش ولا زيد عليك لا الحليمه وكنت مبقيلو انا لوج عليك كنت نظف في درسي عزوز مدام اي ودرسي عزوز مرشي لقروضي تقعدي ساعتين وانت تنظفي فيها ما تقوليش لي بدلتي الازليس ثاني والله يا مدام حالتها تقرب وزيد سي عزوز وسامي عليها لا زيدي علي صوتك علي اول هير سي عزوز يوصي روحه على روحه انت في كل فتينة ومن هنا فصالي عن ما تسمعي كان اوامرنا واش هذا سي عزوز مش نملي عليه عينيه هنا وثاني بثاني خويتي وين الطبليه نتاعك ما تقوليش لي نروح حتى كان ما تراش مينا مدام ابدا قط البت اول هيم مازال وقت وثاني هيم خويتي انت كي تمشي من هنا ونحنا يصدم علينا قاوري على فرانكا واش ندنوا والله يا مدام الدنيا الكل مريقله واليوم بالذات بنتي مريضه حبيت نروح بكري شويه
وقديش عمرها بنتك هذي؟ 5 سنين ولا مسكنا البارح بيتها تقلي بالسخانة. لا لا حد شيء، غلي لها الحلبة، ما تكون كانت تطلع في السنية. هاي اقصدي ربي وما عادش تعودي صنعتك خلاص، فهمتي ولا لا؟ اتصيو. الله يبارك مدام. باب 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 مقدرة، قديش حيلة هالمسؤولية. لا عندي حليمة برك نشايف عليها ولا تنحس في روحي لمبة. خلي يا سي عزوز. مش وقته مش وقته، كل شيء يتأجل. فاتوا العصر وقيل. هاي وتوا يجيني هنا سبي بيش. واش هي مرأة ولا عجلة متاع برويتا؟ يا خموس تقدر شربك سكبريز؟ لا لا مشني متفاضية تو، كل شيء يتأجل. عافية عافية، بابوشة يظل يمزم عليه. وانت يظهر لي الصنعة بتاعك ما انكش مش نحيه. يا ودي يزي متنسنس ولا هو بالعباد انت. يقول لها حاولت يا عافية، بدلت حتى الباتشي وشي. يا اخويا كيف نلتك؟ عوجيك عوجيك. جيتوا عافية يشبش عليها هيك؟ البايح ماكة طريحة من عند مرته بالصرفاق مش تابق. مرته لها فيها شعلب ورحملة. انت مني في بالك يا بابا؟ تسيبات اس ال ساسي نيوز. نسمع فيه بكي في التليفون يقول لها أمان أمان يا سمية سامحني والله لعاد نعود صنعتي، المهم أنت مع ترابدي. بر هزتين يا الراجل بر. عارف حبيت أقول لك حاجة، المظاهر قديش خداعة. ساعات تشوف الواحد من برا تقول هذا صيد ليف وهو من داخل من داخل ليف. بر بر يمشي بر هزم تعني. هاتي تشوف عنده الحق، انا كنا من برا نظهر صيد ومن داخل. هو دي شنا يحكي معايا عجبكش الثانة نهار كامل وانا بحكي الكلب وانت مش كبعبرني حجر انا قدامك عملتها لي نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ما ودك عاد تتكلم عيش انت وذي. وش بيك يا مخلوق وش بيك وش بيك خدوره تهبليني وش تحبي انت تو؟ لعبها تو صحيب وما عندكش لهوا وين يدور. ما كنتش تسمع فيه وش نقول لك؟ اي لا كنت نسمع فيك. هيك كنت اسمع فيا وين هم الذري؟ ذري انا ذري. يا نهار اسود ذرارينا ذرارينا. اي خميس هي هم خرجوا يلعبوا. الزح الزح علي سبي بيش. هي حليمه ابو قلب عندها الطفل عمرها 5 سنين وتطلع في السنين. قعدت كنا وياك نطلعوا في المال السعده. يا ربي يا ربي حل يا خميس يا خميس يا اخي مش بكلمة تشوك زول ذري طويانا مشيت يدك القردة تصعبت في الشجر يا اخي طيحتيهم. ارعد هاو رجع ليلي المعبوكة بتاع اللوز والعوين يا اخي انا طيحتهم بالعاني قضاء وقدر. هي هلا لا هاي قلتيها بفمك قضاء وقدر توكي يكتب ربي توجو. مالا توجو يا خميس اذرا رينا وببيش وانا مشاو عطفات بشه ربي يسكت الفهم خي يا اخي هم جو حتى لين يمشوا. والله يا خميس وخيتي قديش هكا حبيت نولي خير يجوا ذرية اختي هكا ويمنعوا يقولوا يسيبوا لي هنا والله نشيخهم بالبلبلوني باش يقولوا لي يا خالي الفيه برا خلاص لزروسك الفيه. تعرفش كيفاش سبي بيشا هانا نتفرجوا في بعضنا في كنف الاحترام سك على الموضوع خالص. اخميس ماكش مش تشبي معايا سكبريس. هاي هاني بحيل نشرب قرط وعين جفل وقريزي ونرتاح من العمر الكلب. بابوش بلاي مش ننشتك نقاش عندك صرف؟ عندي سيدي صرف تحب تصرف؟ لا لا ننشتو برا توفنتوني. افهمنا يا عزوز افهمنا افهمنا جايتك امرأة شاقة اسمها فيت باش سكن. ها هذا شفهمت انت يا فطيمة يا فطيمة المرأة ما اسمهاش فيب هي فيب معناتها بالعربي very important person. وانا اش قلت؟ ابوه صار بالانجليزي فهمت؟ حسيلو اسمع الامور هذه لازم تتم في السريه التامه. نعتبروا رواحنا ما عندنا حتى حد في الدار. لو كان يشلقوا بها الصحافه ولا الباباراتزي راني مبصي. خالي وشكون الستار هذي؟ لا 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 ما نجمش نقول. ما نجمش نقول انا غالب. سي مروان حلفني باش ما نقول حتى حد على اسمه. عليه؟ يا طنطو نورمال يا اخي وش بيك احنا رانا حد. يا حجله يعيشك انا ما نلعبش بالمسائل هذيه من فضلك يعيشك اون بلوس حلفت له. ليه يا عزوز وقت جايه المراه هذه؟ اي سا سي اون بون كيستيون.
اليوم جايه. اليوم؟ اي. خلي بيقول لنا على اسمها الصغير برك. لا الصغير لا الكبير ولا اللي يدبي على العصير، لا. تونتون قول لنا الحرف الاولاني من اسمها برك. لا حول ولا قوة الا بالله. باهي يا سيدي كي شديتو صحيح، اتو نقول لكم على الحرف الاولاني تاع اسم. هاي سيدي هاي. في. في في فاليري. فيكتوريا. فيكتوريا فيكتوريا بيكامر دافيد. دافيد دافيد شبيه لعب معك في الروندا دافيد. لا 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 ماهيش فيكتوريا. اسمع هاو باش نقول لكم على اسمها. هم اسمع بجوها ربي يا جماعه الحكايه هنا تموت. اي خالي تموت وتتدفن هوني عليك من الله. شكون يا سيدي اسمها؟ فيب. اوكا كما قلت لكم يبدا بالفي. خالي امان خالي امان. يا سيدي باللازمه لو كان تمتو غادي لاني قايله لكم. علاش طنطون خلاص قول لنا شكون. قولك حاجة والله ما نقولوا لحتى واحد وعد. هاي تعرفوش كيفاش؟ اون فوا بور توت احسبوني ما قلت لكم شيء نكذب. حشيك خالي. لا ما حشانيش انا كذاب وصفي بهيش هكا. انت وين ماشي خالي؟ يلا ماشي للتواليت ما يسالش ما. يا حيات انا تطلع شيفات الحمامة. لا طلعتها امي فتن حميمة قامت من القبر جت تعمل في البوتوكس. يا ما عليها هي ماتت ورحمة بويا ما في بالي. اسمع نقلك انت باري مشي القهوة سبقني وين هاني طالع الفوق باهي. شنو وين فوق؟ وين فوق؟ فوق السطح باش نمشي لفوق بحفة جماعة. مستحيل يا عافية مستحيل نخليك وحدك نخاف عليك انا. بل علاش تخاف عليا؟ قلت لك باش نطلع بحفة جماعة بحفة فطيمة وحيودة وحزيلة منيش خايفة. يعيشك يا عارفي كل دار فكرها. انا نخدم مستشار وحارس شخصي مانيش عارية انا. يا سيدي تعرفش كيفاش؟ برا امشي اشرب قهوة على حسابي يجبر علي ربي. ما تفهمنيش بالغالب المسألة ماهيش مسألة فلوس. أنا آخر اهتماماتي مسخرة الدنيا ضميري المهني يحتم عليه. يحتم يا يحتم اتهنى اتهنى مانيش ماشي ماهي بالعربي بالفلاقي ماشي للتواليت. بيت الراحة مؤمن؟ لا لا يا سيدي ماهيش آمنة تو كي ندخل لك بيت الراحة يخرج لي إرهابي من تحت الصابونة. ياخ اش بيك يا ولدي؟ هبلت ولا بعقلك؟ ما تخافش ما تخافش مجرد حركة بسيطة للدفاع على عرفي. اسمع انت هون نبع عليك المرة الجاية ما زلت نلقى السيدة ذا الفوق في داري راه نتفاهم معاك وتو تبعني حاجتي بيك ديلك من قدامي بالك. شو؟ بس با بوسيبل يا اخي باخي في جرتنا. أنا خدت حاجتي بيك أنت مش بيكم معناتها حاجتي بيه هو برك. يا سي حامد يا أخي أنا مش قلت لك ما نمشيش نلقى قهوة. قلت لي لكن أنا رفضت. يا ولدي لاباس لاباس ما يخوفش هذا يا خالي اللي هو خوف طيمة اللي هي أمي ماهوش براني واو ما يخوفش. هذا بالذات ما نجمش نخليك معاه. شو سعاد الرقعة يا أخي بالسيفة. يا سي تعرفش كيفاش وراح بدوي لازم نقول لك ما تخلص بصبرك من قدامي تو العاد ضرب فيها ضربة معايا أنت. على خاطرك عارفي اذا هاني في القهوه. يا ربي برا ما بقولك ربي يشرب حويجه. عايشك عارفي انا من حيث المبدا ما نشربش فوق الخدمه. اوه ملا نسمع السقني كالتمبري. انا اتفضل بون مونجي تو نحبك تسمعني مليح وتحل وذنيك هكا. اليوم فما شكون جاينا للدار؟ شكون خالي محسن؟ ما هوش خالك محسن. قال له خالي محسن اليوم جايتنا مرأة للدار.
شاخد عندك يا بنتي. اسمعني لا شاخد عندك لا زمارة. اسمع نقول لك المرأة هذه ما معهاش لعب راهو. علاش يا اخي شبيه ماهيش بنت تسعة شهور كيفنا؟ جستما ماهيش بنت تسعة. المرأة هذه اون ستار. تونسية؟ ماهيش تونسية. هذه اون ستار جاية من هوليوود. يا حبيبي. هوليوود نتاع أمريكا يا خويا. لا نتاع فحص. هذه اون ستار من هوليوود جاية باش تعدي أيامات بحذانا في كنفة السرية دي. واه صلاح كيفية سرية. اسمعني نقول لك ونبه عليك في وسط القاعة عاملة عاملة راهو. لا لا عاملة عاملة أما مش عاملة. عاملة عملية. هي ليش تعملي نعملها باش نزرق لها؟ يا ربي فرج عليها. زرق لها تزرق والله تنخ وما زرق لك عينيك. يا ولدي بالعربي المرأة هذه فيب. فيب مع الفيب نتاع الفيب نتاع الفيب. معناتها إذا نجحت الإقامة نتاعها بحذانا ساي وقتها نودع الفقر نهائيا. أيوة تو فهمتك يا خالي. معناتها المراهبية باش تعملينا بيبليسيتي. يعطيك الصحة يا راس اللحم. معناتها بالعربي حقنا احنا نزيدوها الفلوس مش هي تخلصنا. ما خلي خلي كيف ما ترش منها نجم شي نعرف المراهبية شكون؟ عليها سيدي باش طلع لها مضمونة. لا لا مش على حاجة. قلت مادام ممثلة عالمية باز مفلت مع جوزيفين هذي. باوي باوي ما جيكش حسب تيراها يا والشوط الثاني من الخطة هي مرحلة فرح تسد. واش هذي حام؟ واش عندي سد ولد عمي؟ أحسن حل تسد وذنك ما تسمعنيش أصل. يا ولدي السياسة هذه راهي معروفة في العالم. وإذا كانت تحب تربح الحرب نتاعك مع خميسة والفهم يلزمك تفرق ما بيناتهم. تقول أنت صحة الفهم؟ تو انت ماشي في بالك انا ما حاولتش يا ولدي ما حابش يتقرش. لا سكيت تنبري. احسن حل صحتني انا من سيدي ابو سعيد. طردني هي طردني. يا ولدي احزر تاخذ مثلا خميسه تشدها على جنب وتوشوش لها في ودنها تعبي لها راسها على الفهم وتعمل نفس السيناريو مع الفهم غوه وتوا سامحني عارف وصل. هاي تفضل يا كافو تفضل. اهلا انا بالمنزل. اهلا صاحبي على زول. بربي سامحني عارفي ايش يحب منك انا سيزيتوني؟ ايه زو يصبت وحده، احكي لي احكي لي عنده لورس لشيس. اكيد جدا، شنو الحكايه بالله؟ قال لك فما مراه باش تجي تسكن عندنا. ايه وش فيها هذه المنشد؟ داروا لها طاوله وكراسي، فما ديما جو يسكنوا عندنا. يا حلا زول حلا زول، المراه هي مش كيف. المراه هي مشهوره برشا في هوليوود. هوليوود اصلا. اه اولاد هوليوود هذه وين تجي؟ هاي هوني فدوره بين تجروين والسرس. يا ولدي هوليوود مدينه السينما والمعجزات في امريكا امريكا. ايه واش بيك المنشي مرة كان جد مرة كان جدة يا خالي عزوز يوصي فيها عود ميزم يفيق بها حد اللي هي تسكن بحبيلة توا فهمتني ولا لا؟ وليه؟ تشوف ولا شو؟ ما كنتش تسمع في عرفي قال لك نجمة هوليودية. اسمع فما مشكلة كبيرة راهو صارت. مش تم المنشي؟ يا ولدي خالي عزوز عنده درجين يوصي فيها مش ما نحكي لحد وانا ديجا صبيت لكم الصبة يعطيني قصه في لساني. ان دو طوي بلو رابيد 1 2 3 اسمع حياه انا راني نخمم يا اختي المراه هديه مدام كيما قال طونطو عزوز المراه عملها اوبيراسيون في وجهها اي معناها المراه هذه حنونه هي كبيره وتحب تبان صغيره. ايه يا بنتي طوى البنات الصغار هما اللي يحسقوا ويشدوا اكثر من الكبار. ايه نستنى فيها كي تجي هكا نبلونجي عليها ونعمل معاها سيلفي. اش خصي وخايتي لو كان تطلع جوليا روبرت سنوت عليها وعلى ضحكتها. زعما تعرف كيفاش؟ هاني باش نروح معاك بعيد. انا كي توصل ستار هادي نقولها اسمع مدام هاني معروفه بالتمثيل ويما تمثل دوري لي هكا دور شويه صغير في هوليوود. باز اختي شنو هذا؟ رمضان الجاي نشوفك تتعدى في البرايم تايم في هوليوود. دو تخوا كات سانك حياة ولدك شكون؟ باش يروحني؟ نسيت حصون امي ما صدينا نقطفو المرا ما زالت ما جاتش نسيت ولدك ما لمبعتش باش يصير. اوه جايله فيسا فيسا هيا جا معايا ونسني. شنو؟ يا اخي وش بيك حياة هبلتي ولا وش بيك؟ يا اخي كي نجي معاك وكي تجي المرا هذيا عزيزتي مع شكون باش ندير سيلفي انايا؟ مع حمد؟ امان قوم قوم باش تجي معايا فيسا فيسا جاريه. مانيش فاهمه هات مهنيش الويش على خاطر كان جيتي تتفرجي في السينما تاتا ولا مغرومه بالغنان تاع القور دوكا تفهمي.
محسوب ش عنده يزيد بغدا القور. لا لا يا سيدي متاسفين يا سر انا كومبلي. اي ان شاء الله ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله في الامان. خليتينا وعلاش قلت لي هكا خلي عزوز هو عنا برشا شنابر فاضيين. في بالي في بالي تاخرك اليوم خرجت توا على خاطر الدار العنبر بكلها لازم تكون ريزرفي للمره اللي قلت لك عليها. هاي باه هاي قول لي تو من الاخر المراه ذي واش ندني لها بالضبط نقدر لها الحرقوس؟ يا بنتي يا الحرقوس نتاعك ما تدني لها حتى شيء يلزمك تتلهى ببيتها وكاو. معلاش اخي نتلهى ببيتها وحليمه واش عندها تدني هي ما تقولش لي محنيه. اوه على بابا وعلى رقبته دي انا حليمه نتاعك انا حليمه يلزمك انت انت بالذات تكون مجنده لها هي تهز راسها وتلقاك واقفه قدامها اذا لزم تبات قدام البيت. يا نهار مغلب واش تدخل يا عزوز نحن مشنا متفاهمين هكا نارني في خدمتي ما عنديش يوم مرحميني عندي الناس الكل كيف كيف كل اللي يجيب الامريكي كل اللي يجيب السوسه كل اللي يجيب القافور كل اللي يجيب شو ربي قول لي يا اخي متفاهمين عليا تحبوا تخليوا لي داري ولا شنو؟ لطف عليك من الخالي يا خالي عزوز مش فاهمني ما عادش تديني خالي عزوز انت والمنجي ياسر عليا راهو بابا يلا مبارك سامحني ما تغشش روحك هذاك هاو هات ونوقف معاك القسم على ربي والفم ساكت. اي لا لا فارم باهي خميسة يا عايشة كزمك تهنيني وفيما يخص السكيورتي فكرت في واحد ديجا داكوردو وانتي في الليتاج نحبك كل لبعة اللي يتحرك هكا ولا هكا تمشي له بتاكل كيش معك الكورة. لا لا تهن اعتبرني من تو بليل العيفة. هاي شامبر تروار نحب كي نطلع نشوفها نلقاها كل مرايا الله مبارك خلي سي عزوز زعما شامبر مو لاباس. لا لا لاباس لم كنتي حاجة واحدة أخي شامبر تروى هي بيدها بيت نمرو ثلاثة ولا واحدة أخرى؟ هي شامبر تروى هي بيت نمرو ثلاثة هذاك هو مال حساباتي صحيحة عدو. الو عسلامة هلا عزوز عزوز اسمع يا عايش خويا اليوم لا 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 مش اليوم تو نحبك تبل راسك تجي تحشمو بحذايا هوني في سيدي بوسعيد وتو كي تجي نتفاهمو داكوردو هاي اتو اتوت الله يهديك يا خميسة سبب باش جيبك ربي تو برك كنت جايتك حشتي بيك عندي ما نقولك ان شاء الله خير يا ليلى. لا تو كنت مع السي عزوز في اجتماع طارق امور شخصيه غايب في السريه تهم الخدمه. تحكي على المراه الامريكانيه جايه تسكن؟ نهار مغلق هاي تونس الكل في بالها وانت من هو اللي قال ليك؟ المنجي نعرفه ذاك راهي ما تتبلش في فم فوله. باهي اش علينا تو؟ انا الليلة راني مشني باش نبت في الدار. انت عمل على روحك والعشاء لا يوليك ربي. وليش خويتي؟ كرها مدير اللي سير واش كنت نقول لك ناتا وبركه سي عزوز يحبني انا نوقف معاه شخصيا في كل مستخصصات المراه وحط في بالك يمكن ياسر الجمعه ذي كلها ما تتفضاش ليك. محسوب قال لي انت كنت متفاضيه اقعدي حتى شهر خميس من نجد عليك الريال فاسفاز نهار العيد. نهار مغلق لا قال ما يساعدنيش لا فش قام لا فش قعد قالها لك هكا ديريكت تقول لي استنى فيها ناري نعلى روحي ماشي في بالي معرسة براجلي يا اخي طلعت بايره في دار باي القسم على ربي واش جايبني من هنا هاني خجيت خلاص. اهلا منجي جاتش الامريكانيه مازالت جميل هاوك اخوك شمشه الله تعالى هكا هو كي هي جايه الدنيا تقف. وانت مشيت شي طليت على زوزيفين في الكلينيك؟ ما لا مشيت يمي والطبيب قال لي حالتها تحسنت برشا قال لي موكس نهايلين ولا فليفه وتخرج. ونبيح نبيح تنبحها علي جابت الكلينيك قلبته بنبيح ما علاش لازم يا حامد انا. يا محلى ريحتها القهوه يمي فما قهوه كيف هي؟ لا لا قبل القهوه انت تعرف هالمراه اللي جايه يا خوك ما حبش يقول انت انا اش عليها تقول اش عليها خطيبته ولا مرته؟ كريت اختك بردتها سات ولدها الله منها تعرف حتى هم المشاهير هما يا فطيمه راهو ما يجوناش ديما راهو على البالك ولا خالق قال ممثله كي ممثله اما مش كي ممثله الكل اش عندها زايد كي الممثلات اللي عندنا الكل اي لا لا طلع الممثلات هذوما قداش يخلصوا في فيلم ترى قداش مليون فنين مليون فنين
يا مالي كيف طيما هيك من يخلصوا 10 مليارات اقل شيء بخلاف الجينيسيس. اوه هذه تخلص 10 مليارات؟ لا 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 تخلص في مليون ولا زوز كيما الممثلات اللي عندنا ويقعد يستناو حتى تصب فلوس البيبليسيتي بعد العيد. هذا كان المنتج ما قيدش فلسه وقطع بالجبال كل مش مهمل فل نحلى ماشي باكي طل بالله يا مش مهمل فل نحلى ماشي باكي طل بالله يا نهار مغل اخلاو قفار فارغه ارض من جبينا مشموم يطير الهموم مشموم يا مشموم الفل انت ايجا ايجا عشتي بيك ايجا وقيل يا ربي جاب لي القسم هالصبح يا سيدي قديش تحب من كعب ما نحب حتى كعبه وقعد عندي ما نقول لك اقعد اسمعني كان مش تشري تقول لي ما كشارش ما تقول لي شيء اسكت شي توخا نتكلم شوف اليوم جايه بحذانا مرا فيب ولذا وش معناها توا فيب به فيب معناتها شخصيه مهمه جدا 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 لذا نحب الاحترام التام الكعيات والزياط والتبريح كله لا خاطر المرأة هذه يلزم الراحة التامة وكيفاش تنبيع سلاطينة ما غير معايا تنبرح عليها باهي يا سيدي توا مادام المرأة هذه بحثانة هونية توا كل يوم سلعتك شريها من عندك أنا سيدي الكل 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 وش مش داني بين يا ودي شي يهمك فيا وش مش داني بيها باهي قداش اسمعني شعزوز راي مكلفة شوية على الجير تو المشموم أغلى وزيدك الخيط رقيق هذاك ولا مفقود مكلفة شنو تصطاد في الماء العكر؟ هيا قولي بقداش؟ هاي 18 مشمومة في الألفين ألفين شنو؟ ألفين؟ علاه يا أخي ندوروا بالخيط الفضة أنت يا والله سي عزوز دنيت ليك سوم على الجيل أنت صاحب رجل أختي كان جيت نبيع لك مالك التركستية الكعبة بألفين ونص بيه يا سيدي سلكني وقولي بقداش هالهم ايه نتنا من 18 ولا 2013 نعم 13 39 ألف وزيد هذا ما غير تاكس شيه تاكس انت تدفع شو شو اسمع اجا قولك شد هاي 40 دينار وطير من قدامي واسمع اكل عياط والزيادة تفهمنا عليه لا كثر ما عليك يا سيدي اش تحب زادة؟ مازالش عزوز السبت هذايا ما حسبته ليش على الجيل هذاك الفانت كوميرس نتاعي. ايا برا برا دور بغافر، برا دور بغافر وطير. فانت كوميرس قال له. الو صحيح وصلت؟ باهي زيد اطلع شوية ونشد على دار العنبر توي نعطوك. راني نستنى فيك. ذبحت ذبحة. لا ضيف الكوميرس ما نعرفوش. فين؟ ايش؟ خيتي كلك المشموم ربعت لكل واحد دوف ليه مش على المشموم خالي مازال في بيروها؟ ايه تو تو كنت عندي اوه خساره ليش خيتي خساره؟ اجي اطلع تنفهمك فيني انا هنا اهلا بيك اهلا بالبي الكبير وجه بوس شنو اموركم في الزروقيه هذه كل علاش ما تعملوش شويه حموريه شويه خضوريه تحسنوا شويه شو شو هذي اللي عايش خويا اجا معايا البيرو باش نفهمك اش باش تعمل بالضبط دينا يا بي دينا دينا بتاعك تاي عايش خويا ما عادش وقت والله الواحد تقول داخل الرشيديه فهمت فهمة ايه فهمت واستفهمت ما عندك كان الرجال لما كنت حاجة برك ما نحب نقولها اشني انسان نخدم على روحي ووقتي من ذهب يلفهم احكي من غير مقدمات تحب درام والله مش على حاجة الرجال نهار ما نخدمش فيه سلاتي تخدم ونخسر كليوناتي ايه ايه فهمتك فهم فهمتك شوف اعمل اللي اتفقنا عليه كيف ما انا قلت لك وانا بعد نعطيك 20 دينار الله مبارك الفهم
اسمع مليح، تاخذ 20 دينار، بصح الهضره هذه باش تموت هنا ما تعاود لحتى واحد، فهمت؟ يا بنت تهني السكر بكره مسلكم في بيت. اهلا. كسبتك فيها، مش تعمل هوني؟ مدام حياتنا نادت مدام حيات حاجتها بيا في قضية. شتي هي القضية يا فين؟ أنا أمي حاجتي بيها باش يمشي الفارماسي يجيب لي دواء. هذيك هي مشي للفارماسي نجيب لها كالكول 90 واللي في فيرا ما القع. اش تعمل بالالكول؟ مش الكول أمي، سانتول هو ما فهمش. كنت في هذا عمل فيا يا أمي باش ندهنوا هكا شوي. ما 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 اسمعني مدام حياة، كما تفهمنا قال ما فيهاش الكول، انا داني زيت الخروب. ها ملا كتفك يوجع؟ في حالة يا أمي، تعرف بي طبيب؟ اي في حالة. تهنى يا بي، مش الذبان الذكر، هي لنثة لنثة، ما تدخل هوني إلا باللي سي باسي. يعطيك الصحة يا ذيل، يعطيك الصحة، نعرف عندي الرجال. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي عزوز بوكي. اي حط هوني يا ولدي، حط. ميرسي. تفضل. عايش. اسمع، قلت سي حسان، كيما تفهمنا. الله يبارك. بون، هذيلي شوف. أولا شو باش نعملوا؟ باش تمشي معايا توا وتبدل اللبسة هذية متاع الدنجري. شنية؟ شوية دنجري بابا؟ يجهر لها عينيها، اسم الله عليها. شوف صاحبي، أنا راني ما نبدلش كساي وما نبدلش قشرتي باهي. شناوة هذيلي توا؟ شناوة؟ شنية الكموسة اللي تعمل لي فيها مع الدنجري أنا؟ ها؟ تعرفني خوك بالقدر أنا مع بي. عايشوا البي. بيان سور ما عندي حد شيء ضد الدنجري، مي اليوم في الوضعية هذية ماهيش بقعته، فهمت؟ يلزمك حاجة رسمية. ومنين باش نجيبها الرسمية يا خويا؟ أنا باش نعطيك حاجة من عندي. كوستيم معناها؟ كيما أنا جبها. مال الحكاية هذه يا بي؟ أنا عادي كاملة ما لبستش كوستيم. تحبني هكا مقزمت تقول شو عليا السفير ولا وزير؟ ما يسالش، اسمع اليوم تواضع شوية حتى تتعدى الفوفعة هذه ومن بعد ترجع للدنجري بتاعك. شوف يا بي، أنا اللبس الرسمية مش نلبسها. أما راني ما نستغناش على زناري، على مياتي، على الفازة، على السينياتور، فهمت؟ مشيت معاك يا سيدي، هاي نقصدوا ربي، هاي معاش بكري. صاحبي لا! صاحبي فهيم! دعش! يا دويلك اش تعويلك؟ في نعيم يا بي، أنا ديما شدد في حبل المحبة، أما أنتم اللي فنترتم والحومة تقول بخروكم. شو توا هذيلي؟ نجيب لكم شي شيشة زادة. اسمعني بي، نطلع نتوزر ونرجع لصاحبي. واش يتوزر؟ تو من بعد نحكي لك. هيا فيسع فيسع. ألو، حول مدام، حول، سكر منين؟ العصفور خارجة من القفص والزي. ها الأمور سالكة في الأمان. مش فيه من غير مزي يا سيدي. يا أخي قل لي يا حامد، يا أخي شبيه اليوم مكش عجبني أنت؟ بربي قل لي، من وقت إيش نعجبك أنا؟ ليه عاد يا حامد أخي، ساعنا والله نحبك ونقدرك، على الأقل عليك شوية ثقافة اللي عندك. شوية ثقافة؟ بربي قل لي يا تفا، قداش بقالكم المثقف كيفي في هالبلاد؟ تعرف لو كان جات الدنيا راكم تملوني في كل زقاق صنبع. يعاد شبيش يا حامد، والله فكرة، أنا نتصور الصنبة متاعك تشبه لتمثال الحرية اللي في أمريكا. شكرا يا سيسي. تبدأ شات كاسكوت طن في يدك ولابس بادي غزالة. تو على الذل اللي كيفك، ها؟ ما لازم منه هذي ولا فيه المثقف مطيش تحت الحيط والجهلوت عامل البتين. يوسع بالك يا حامد، هاي تعمل كويس مين؟ قولي لي حياة، لقيتي حاجة؟ ما تقولوا كيما تقول انت.
ما قيدهاش لا في الاجندا ولا في الاورديناتور. حياة موجة. فيه على العياط والزياد والحس وهو بدلها لي التصفير في باله بدل لي في النغمة. أهلا زينب عزيزة كسبة. ليه خالي قلقنا في الدار قلنا نهبطوا نقراو شوية مجلات. مرحبا سي الهذيلي شنو أحوالك؟ نحمدوه يا بيا أكسو فيها تقول عصبانة. وانتي فاش قام عليك يا وخي؟ بربي باش يقول البيت قدام غسل. هاو سي عزوز حشتو بيا في خدمة. ربي عينك. أي أي هذيلي عايشك نزيدو نساهمو في البير ويا. أنا مدام حلال واش رايك في الرادار؟ نشاشة من البريمة ها؟ تبارك الله عليك حاجة واحدة أول ما تشوف القهورية تجي تقول لي فهمت؟ أها عم بالك. ها مدام حلال كيفاش نجيك على القهوة؟ وقت ما تحب. شكون كيفنا خير منك الاربيتر متاع الفريق الوطني؟ التصفيرة ب 20 دينار. حليلي حليلي خمس راح راح. بابا بابا مساكينك الطبقة العاملة. حليلي واش بيك انت ناشي تقول شالك تكركري في العطب؟ انا كنت نرقل في الشامبر تروال القورية. بجاه ربي هيك القورية هذيك من هي؟ الناس كلها تتكذف منها يا اخي واش وزير الصحة قال وزارة السياح. اسمع تو نقول لك وما تقول لحتى حد. جاي يحبي تحت من يمرض كي ما تطلعش وحده من صاحباته اللي بدم وجايبها لهنا سكريتو وهذا الكل ضرني رماده على العينين باش نحن ما نفيقوش بيه ما نستمش خميس. زعما خميس اجاني هوني شو عملت حضرت البيتة خاطر سي مروان كلمني قال لي درج اخر واخرته. ها ولدي يتهنى لهنا التيم كل شيء مريقل ذريت الياسمين فوق الفريش وحطيت الغلة كيف ما قلت لي. تمام يا خويا يا بنتي ماني قلت لكم ممثلة كبيرة هذيك هو اللي نعرفه وين يا لطيف ما عطاكمش ربي صبر ما توجي وتراوها شفت فطيمة ما فهمتش الفوفا ولا عاملين فيهم الزويز الويش علاش يا منجمة فهم فهم جاي توا يزي يعطيك الصحة يعطيك الصحة أمي تجي معنا. لا لا بعقلي أنا هذيلي مازالوا عارفة دكار دكار أهلا بالهذيلي واش تقولي واش تقولي واش تقولي شو توا تو وقت سلام وبوس وتعنيق يا بابوشة سايب الراجل خليه يخدم على روحه. أيوا وتنسنيس لشكون خليوه؟ أي الناس الكل شدوا تركينا غاديكا وهو نبه عليكم الكلام لا اي سورتو لي بورتابل لا لو كان تهبط حاجه على الفيسبوك راهو انا نمشي نبحث. اليزي اليزي اي فيسا 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 اي بابوشه اي معاهم اي يلا يلا هذيلي يا عيش خويا تشدي الباب هذيك وما تخلي حتى حد يدخل. حاضر عفوا خميسه فيسع هاك البوكيه فيسع. الله مبارك وي جاو سي بيان سي بيان البوست نتاعك رجع البوست شبيكم شبيكم تخبطوا اجوا اقعدوا والحس لا خميسه بريك الامور يا مرحبا يا مرحبا بسيدي يا مرحبا 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 بيان اريفي عزوز. مرحبا بك سي عزوز. يعيشك سي مروان يعيشك قدم لك ضيفتنا. مرحبا مرحبا اي ام عزوز ويلكم دي جيست ويلكم. سامح لي ما تسلمش ابو سامح ام سوري ام سوري خميسه سامح لي اعطيني شنطي باي ذيس واي بليز باي ذيس واي باي ذيس واي بليز. لاتينا مرزنة وقيل حتى فيها زيتها وزويتها ومعها مصطلب سيسة. أول مرة في حياتي نشوف واحدة أمريكية متداينة وما تسلمش. علاش هيك وش بيها؟
مهبطه راسها والكابوش والبرنوس والنوادر، حياتي ما شفت والو. ما شفت والو، وانت البابوشه ما عرفتهاش؟ لا لا خويتي، لا ما عندي في السوق منظوق، دينار مسارع وشوف وشوف. عرفتها عرفتها، ورحمه بويا العجز الغل عرفتها، خلقت كيفاش من مشيت هنا، انا من خيال عرفتها. شكون؟ اسمها انا طرتوش السنة باش نقول لكم، اسمها يقولوا معايا شكون؟ هم رجعتوني سيدة؟ أمان يا منجي. منجي! نسيت العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قبلت وضح منها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة يا حلالة العزيزة عزيزة جابني الوحش والمحبة لا هو طمع ولا المادة يا هلالة فاذ قلتي وثما عزوز عقل نور البرغول ونا ستي العزيزة ستي العزيزة قلتي وثما عزوز عقل غنوها البرغول ونا لحظة غالتي غي حاملنا سيقولنا نشلها كن هذا قلتي وثما عزوز سيبتي العزيزة من يوم ما طلت هالطلة عملك لي عملة ورا عاملة معرفتش نامي يا حلال الله سيبتي العزيزة سيبتي